أنا الدكتورة باب فؤاد، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بالقصر العيني. بتكلم النهاردة عن يعني حاجة للمرضى، إن هما دايما لما بيسألوا إيه هي الأعراض بتاعة الفيروس، الفيروس الكبدي ألف أو الفيروس هيباتيتس إيه. الأعراض دي بنحب دايما نوجه نظر المريض إن هو ممكن تشمل كذا حاجة. ممكن المريض ما يشتكيش بحاجة خالص، وبعد كده يعمل الاختبارات يلاقي ان هو اخد فيروس ايه. ممكن المريض بيشتكي بحاجات بسيطة جدا زي دور برد خفيف قوي، فالحكاية بتمر تعدي بسهولة، او نزلة معوية كترجيع كإسهال كشوية طفح جلدي بسيط والموضوع يعدي. بعد كده ممكن يبقى الحكاية دي اللي هو الحاجة البسيطة، سواء دور برد أو نزلة معوية أو شوية سخونية بسيطة، ألم في البطن، يتبعها ظهور الصفار اللي في العين اللي احنا بنقول عليه الجوندس. الصفار اللي في العين ده ممكن يبقى صفار في العين بس معاه البول لونه يبقى غامق. فدايما بنسأل العيان لو عنده شوية أعراض برد أو أعراض خفيفة، نقول له خدت بالك من لون البول في أي تغير؟ عشان لو كان في أي تغير في لون البول ده بيلفت نظرنا لاحتمالية الهيباتيتس إيه، فنبتدي نعمل التحاليل المناسبة. وإحنا بنعالج العيان نحاول نبعد عن أي أدوية ممكن تأثر على الكبد في هذا المريض. فلازم ناخد بالنا إن ممكن تكون الأعراض بسيطة جدا، وممكن الأعراض تزيد جدا لا قدر الله بعد كده.